لا احنا بنقسم البريست لثلاثة زون، ثلاثة زون كنا بنقسمه. جزء اللي هو الاولاني من البريست كصفحة البريست، جزء اللي هو بري ماماري وماماري وريترو ماماري. الماماري اللي في النص ده الجزء اللي فيه جلانديولار تيشو. ما هي ده دي للريترو ماماري، يعني هي الريترو ماماري عبارة عن ايه؟ ما هو الريترو ماماري ده في ايه؟ في فات. ايه اللي نايم على ايه الفات ده؟ على المصري. هو انشا كل ده عندنا، كل ده المفروض كل يعني الالاتومي بتاع البريست، يعني انت مش هتقف لحد عنده وخلاص، نادرين احنا لما بيحصل ليجن عايزين نشوف المصري. يا جماعه الايه؟ لازم يعني احنا مثلا لو في السونار لازم انا بالنسبه لي في السونار جماعه ممكن نسمع؟ يعني في السونار انا لازم انا بظبط الجهاز بتاعي مثلا لازم، لا مش لازم. لازم في السونار وانا جايبه الدبس بتاعي الجهاز لازم ابقى شايفه المصري قدامي وانا شغال، عشان لو في ليجن اشوف الليجن دي عامله انفلتريشن واصله للمصري ولا لا. وممكن تبقى الليجن دي جدا تبقى صغيره جدا وهي لازقه على المصري. فانا لو عملت سوبرفيشال فوق خالص في الجزء اللي هو البري او الماماري زون وطنشت الريترو ماماري وطنشت المصري هلوس هيحكي لي ليجن هتلف مني. تمام. بالنسبه اللي حضرتك بتقول عليه ده السونار انا ببدا بايه؟ السؤال مش شرط ان ابدا بالاجزله، ممكن ابدا بالبريست نفسه بعد كده اكمل بالاجزله، مش شرط يعني. خلينا نبداها حاجه حاجه يعني. في السي تي كمان تاني حاجه اهم حاجه بنشوفها كمان اللي هي بعد العظم، فدي من ضمن ايه حاجات احنا بنستخدمها عشان نشوف السي تي. باقل رول فيهم السي تي. الاساسي عندنا المامو وبعد السونار. الام ار مش اساسي، الام ار استثناء لفحص مش اساسي، يعني مفيش واحده هتيجي من بره هتدخلها تعمل ام ار. هدخلها تعمل نمو الاول وتعمل فحوصاتها وممكن كمان تعمل تاخد بايوبسي وبعدين هدخلها للام ار اي. لما نتكلم عن النمو احنا عندنا فحصين للنمو بيتعمل نوعين. بقول لك طيب ما مامو جراف احنا ممكن تجي لنا عيانه سليمه ما فيهاش حاجه خالص وداخله تعمل نمو، ده اسمه ايه؟ سكريننج. دي مش بتشتكي، ده زي هي الفحوصات اللي احنا ايه طول عمرنا عماله تتعمل ايه اللي هي العربيات اللي بتعمل فحص شامل. النوع الثاني لو واحده جايه تشتكي لو نامت او بتتشارج من النبل او حصل ريتراكشن من السكين او النبل نفسها، ريتراكشن يعني اتشدت الجلد اتشد لجوه او النبل اتشدت لجوه زي الفايبروزس. الحاجات دي اسمه جاستيك ريأكشن، ان هو التيومر ده بيعمل فايبروزس كانه عامل صوابع كده بتشد الحاجه اللي حواليه فايبروزس. تمام. جت بقى اي عرض من دول جت تعمل ماموجرام ده اسمه دايجنوستيك. تمام. احنا قلنا بالنسبه بقى للماشين نفسها نوع الماشين عندنا فيه نوعين، في اللي هو الفيلم اللي بيتحمص وقت، وفي عندنا الديجيتال اللي هو ما عندوش فيلم خالص، هو حاجه متوصله بكمبيوتر وبي في نوع في النص اللي احنا بنستخدمه دلوقتي بالسي ار اسمه ديجيتالايز. بس سيبكم منه، احنا عندنا نوع فيلم وفي عندنا نوع ديجيتال. المرحله في النص اللي احنا بنتحايل دي بالسي ار دي اسمه ديجيتالايز، بنحاول اخلي العادي عندي ده الفيلم ديجيتال. وبعد كده اتكلمنا عن مكونات جهاز الماموجرام نفسه. انا هعدي بسرعه يعني عشان خاطر ايه احنا مش هنشرح من اول وجديد، احنا شرحنا خلاص، احنا مجرد بس بوريك احنا ايه مجمعين ايه. من ضمن البريست في الاكزامينشن اهم حاجه عشان احنا كنا بنتكلم بقى على المصل والادجله. احنا بنعمل في كام فيو في البريست؟ اثنين اساسيين، هو في اكتر من اثنين بس الاساسيين عندنا المين اللي هو ميديو لاترال اوبيك والميني فودر. نبقى عارفين برضه ميديو لاترال اوبيك دي ازاي بتاعت 45 درجه. تمام. احنا بنعمل كومبريشن البريس، ايه فايده الكومبريشن ده؟ ده ممكن يجي سؤال لوحده. فايده الكومبريشن هيحصل ايه؟ بيقلل الضوء. تمام. والعيانه مش الموشن ارتفاكت، العيانه مش هتتحرك فيعني وتجاوز الانفجاره كلها وهنفرد التشن. ده لان برضه انا بفرد البريس كمان وانا بعمل الفحص. تمام؟ دي اهم اسباب ان انا بعمل كومبريشن. في الاناتومي برضه مهم لو احنا عارفين، يعني انا نسيت اكتبها لكم، بس مثلا السكين ثيكنس الطبيعي بتاعه قد ايه؟ 2 مللي. والضغط نفس الكلام برضه، النورمال الضغط برضه 2 مللي. في من جزء مكونات البريست الاساسيه حاجه اسمها كوبر ليجمنت. دي ليجمنت اهميتها ايه؟ بتدي الشيب بتاع البريست وبتحافظ على الشكل بتاعه. لما بيحصل برضه كوبر ليجمنت بتتضرب بماس بتحس الجزء البريست ده بيبقى شكله غريب غير الريتراكشن برضه. الحته اللي احنا قلنا عليها بقى الزون اللي هي بري ماماري وماماري وريترو ماماري. تمام. وبعد كده اللي هو المين ماموجرافيك فيو الاساسيه اللي احنا قلنا عليهم هي الميديو لاترال اوبيك
وكرهني فول صباح الفول. الاذر فيو انا مجمعهاته مسرداته كلمتين كل واحده فيهم، يعني مثلا البنش ده بتاع لو واحده مركبه سيليكون او كده، الجيبسون هو لو واحده البريست بتاعها كبير وحابه اسيبه في الفيلم. المهمين جدا الاثنين مهمين، الماجنيفيكيشن والسبوت. الماجنيفيكيشن لو انا عايزه اتاكد من الليجن، وان انا لو في كاستيفيكيشن عايزه اتاكد منها. والسبوت دي اي فيو بعمله بزود الكومبريشن عليه، بيبقى البدل بتاعته صغيره غير البدل الكبيره، وبشوف الايه عشان افرد المارجن بتاعت الليجن. الحته بقى مهمه جدا، انا عملت كرينيو كودل واميديوت اوبليك، انا حطيت البريست بتاع الست واضغط واصور وخلاص، ولا لازم انا الفيلم وقدام ما يطلع لي اقول احكم على الفيلم ده كويس ولا وحش. من اهم الحاجات لازم نبقى شايفين المصدر، نفس الكلام ده احنا كنا بنتكلم عن شايفين المصدر، نفس الحكايه برده في الكرينيو كودل والميديوت اوبليك، ان انا ابقى شايفه المصدر قدامي على قد ما اقدر. وكمان لازم ابقى باين جزء كبير من الاسبان. الميديوت اوبليك مشكلته ان هو بيمس جزء كبير من الميديال بريست، هو بياكل اكتر جزء من الاسبله، والاسبله بيتاكل بتاع البريست. فلازم ابقى اهتم بالكرينيو كودل، انا جايبه معظم ميديال بريست، يبقى عيب عليا قوي بعد كده لما طلع الفيلم واجي بقى بعد كده هضطر ان انا اعيده تاني، ان انا في السونار اكتشفت حته مثلا في اللاترال، الحته اللي بتمس منها جدا انفرا ميموري فولد، جزء البريست من تحت. لو البريست ما اترفعش كويس واتشد كويس على البليت، الحته دي بتمس مننا جدا. وللاسف ناس بتمس برده في السونار، يعني البريست بيبقى نازل وبيكسر ان هو يرفع البريست عشان يعمل بالبروب، فممكن يبقى فيها ليجن وتتوه منه يعني. فلازم اعرف الكرايتيريا ايه هي بتاعت الكرينيو كودل والميديو لاترال اوبيك بتاع كل واحده فيهم. في الميديو لاترال اوبيك من الحاجات المهمه زي ما قلنا الانترا ميموري فولد، وكل حاجه فيهم ما يبقاش عندي البريست كله مفروض ما الاقيش في ده او ده الكيل فولد، البريست دي على بعض لان ما فرقتش البريست برده. واحنا بنوقف العيان نحاول نخلي اللي هو انترا ميموري فولد ده في نفس مستوى البليت نفسه، بحيث ان هي كده تبقى هي نوصل لها الجهاز بحيث ان هي واقفه مرتاحه مش مشدوده، ويبقى الفحص اتعمل كويس. فبدانا نتكلم ايه ميزه الديجيتال، ان احنا ما فيش فيلم ممكن هنقلل الضوء شويه. الافلام عندي مش هتضيق عشان خاطر انا حافظاها على الكمبيوتر، فدي ايه مميزات الديجيتال. وطبعا الليجن حبان افضل، ان احنا في البرزنتيشن نفسها كان في صوره لفيلم عادي وفيلم ديجيتال، شكل البريست بالتيشو نفسه بالاناتومي بتاعه باين افضل. طلع حاجات جديده في الديجيتال نعرفها، بس اسمه بتعمل ايه يعني، لازم نعرف تفاصيل قوي يعني. حاجه اسمها تومو وحاجه اسمها يوال انرجي. التومو اكن بنعمل حاجه 3 دي، اكن في ارك الاشعه بتمشي حاجه شبه التيشو شويه كده، بتاخد البريست كذا كذا مقطع وبعد كده بتعملهم ريكونستراكشن على بعض مبين الليجن. طبعا احنا بالدماغ كده احنا بعمل ديجيتال وحاجه اعلى ان انا حابين الليجن احسن. التومو الديول ده بقى ان كونتراست ليه نوعين بس، المهم عندنا ان انا ان في نوع منهم بيبين اللي هو التمبرال، بيبقى فيه كيرف زي الام ار. الام ار احنا عندنا بيبقى فيه كيرف، فده بيسهل شويه، بس مشكلته ان الست بتاع كومبريشن ياما ان انا بصورها قبل الحقن وبعد الحقن وكده، فدي بتتعرض لاشعه اكتر وبيحتاج صور اكتر. الثاني لا، الثاني بعمل لها الاثنين هاي ولو انرجي بعد الحقن، بس طبعا احنا بنشوف ايه الليجن احسن. بس الاثنين الفرق ما بينهم ان واحد بيقلل الدوز اللي هو بحقن الاثنين بعض وكمبريشن اقل وتفاصيل كويسه، بس الاولاني اللي احنا قلنا عليه بنحقن قبل وبعد الكمبريشن اكتر، بس مميزاته هي الكيرف. احنا طلع لنا ليجن، الليجن دي انا عايز احكم عليها دي بناين ولا مالجنن. احنا قلنا كان في جدول كده، والليجن بشوف الشيب والبوردر ولو في ارتفيشال ديستورشن واستيميت، كل ده حاجات كنا شارحينها بالتفصيل في المحاضره. كل ما حاجه تبقى ويل ديفاين بيبقى دي ماشيه طبعا البناين، تمام. بس الكلام ده برده مش اساس، بس ده احنا عارفينه المبدا اللي احنا ماشيين عليه يعني. بس في حاجات طلعت بعد كده ان هي تبقى ويل ديفاين بتطلع نوع من انواع الميوكوس كارسينوم، لكن كل ما تبقى ريجولر السكين بتاعها بدا يزيد الثيكنس بتاعه، البارينكيما اللي حولها بقت ريجولر اللي هي اسمها ترابيكولار ثيكنينج، بقى عندنا الاسك نود مالجنان، حاطط الاتراكشن دي مهم جدا النابل او السكين، الحاجات دي كلها ماشيه مع المالجنانت ليجن. من الحاجات برضو اللي في المالجنانت ممكن الليجن عندنا تيجي بريزنت في الماموجرام بكالسيفيكيشن بس،
الكلاسيفيكيشن دي كل ما تبقى صغيره جدا ومتجمعه حبه على بعض في حته واحده دي ماشيه مع المالجنس، كل ما تبقى كلاسيفيكيشن كبيره وديفيوز دي ماشيه مع البنايت. ما ينفعش يمشي في البريست من غير حاجه اسمها بايريت. انا ممكن يجي لي ريكوست او حاله جايه لي مكتوب بايرات زيرو، بايرات واحد، بايرات اثنين. ما ينفعش احنا مش عارفين على ايه البايرات، ان دي لغه موحده ما بين الناس كلها بتتعامل بيها، ما بين كل الدكاتره والفنيين والمعامل. ان انا بيجي لي ليجن ده بايرات 4، انا عارف بايرات 4 دي يعني حاجه مالجنت يعني هسحب منها بايرات. بايرات 5 نقولهم واحد واحد. بايرات 0 دي عيانه مثلا في السكرينينج وعملنا لها ماموجرام. فانا مش مكمل الفحص بتاعي، لازم اعمل سونار وما عنديش المكان ده سونار، فهبعت المكان هقول بايرات 0، هو ده كده عارف ان هي لسه هتستكمل. عيانه عايزه ارجع لاشعتها القديمه، بايرات 0، تمام؟ بايرات 1 الحيانه زي الفل، ما كانش اي حاجه خالص. تمام؟ بايرات 2 حاجه تيبيكال بناين. زي ايه الحاجات التيبيكال بناين؟ زي مثلا السيف. اول حاجه ليجن فيها فات. الفات بيبقى لونه مسود في الماموجرام. تمام؟ اي حاجه تطلع حاجه مسود دي فات، لايبوما، هامرتوما، دي حاجات بناين. يبقى دي 2. اول حاجه ويل ديفاين اللي هي الفايبر ادينوما، بس مش اي فايبر ادينوما. الفايبر فيها كالسيفيكيشن كبيره، سميها بوب فورم، بتبقى عامله زي انتشار. دي تيبيكال بناين. تمام؟ دي كده 2. جت بقى عينه فيها ليجن ويل ديفاين وعملت لها سونار، انا قلت دي ثلاثه تبقى فايبر ادينوما، دي هحطها ثلاثه، ثلاثه دي هتعمل فولو اب، هتيجي تتابع. تمام؟ بدا الليجن يبقى فيها ريجولار اوت لاين او فيها عندي كالسيفيكيشن في حته واحده بس في زون واحده، يبقى اربعه. بعد هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها بايوبس، هناخد منها بايوبس. جت عيانه ليجن سبيكيوليتد مش هرشاره وتيريكال ومعاها لينف نود شكلها وحش جدا وسكين ريتراكشن، دي انا متاكده انها مالجنس بس لازم يتسحب منها، ان الجراح مش هيدخل يشيل او هيتعامل الا لما يكون معاه تقرير ان هي كارسينوما. فدي خمسه، خمسه برضو هتعمل بايوبس. تمام؟ نمره سته، سته عندها ليجن مش عارفه تعمل العمليه لاي سبب من الاسباب، ممكن يكون عندها ميكس الجسم كله، فانا ايه فايدته ان انا خلاص هي اند ستيج، فانا ماشيها على كيموثيرابي وبتابع. فانا بتابع على ليجن، ليجن دي انا خلاص بتجيلي انا عارفه ان هي ست عندها بريست كانسر وبتابع، دي ست. ده البايريت. ما ينفعش يبقى حد مش عارف. فاحنا لو مسكناه بالراحه واحده واحده كده، ان انا ممكن يجي لي الريكويست بايرات سته، بايرات خمسه، بايرات اربعه، بايرات اثنين، فلازم انا فاهمه هو قصده ايه، هو ممكن ما يكتبكش بقيه التشخيص. تمام؟ هو هنا مكتوبه بالتفصيل البايريت. البايرات 4 بنقسم لثلاث ستيج A و B و C بنسبه قد ايه مالجنت؟ يعني بنسبه 5% مالجنت، بنسبه مش عارفه 10% يعني بنسبه كام مالجنت؟ انت عارفه ان هي 4 وخلاص، ما تعرفيش اكتر من كده، مش هيفيدك بحاجه يعني. ان هي كده ولا كده في الاخر بتسحب بس، بس احنا عشان نطلع تقرير بنسيب نفسنا شويه، فبخليها 4 A مثلا لو انا شاكه انها مالجنت بس هي بناين. فبدل ما هي تطلع في الاخر انا مش شاكه وحشه تطلع بناين، فانا ايه خدتها 4 A عشان خاطر تبقى قريبه من الثلاثه. لو كتبتها 40 يبقى انا برضو شاكه انها مالجنت، فهي طلعت مالجنت تبقى اللي هي خمسه، فانا برضو خليتها 40. فدي حاجه تبع التقرير شويه، بس انت بالنسبه لك خلاص هي اربعه اللي انا هسحب فيها عليها. بعد كده قلنا ان البريست ايمجينج ده مش للفيميل بس، احنا قلنا الميل كمان عنده مشاكل في البريست، والميل اكتر كمان اكتر اللي ما عندوش تيشو يحصل فيها سبريد، فبيحصل بسرعه الشيست وول، ممكن يطلع كمان من البلاد. اكتر حاجه بيجي بيها الميل بريست حاجه اسمها جانيكو مصر. جريجو مافيا دي يعني ايه؟ يعني بيناين اللارجمنت بريست، بريست تيشو حصل فيها هيبتا كبد لاسباب كتير. ممكن تحصل في اوقات البيوبرتي مثلا او اوقات البلوغ. ناس مثلا اللي هم عند بتتعالج من مرض الكبد فبيبقى عندها مشكله في الهرمونات، حد بياخد علاج هرموني، حد بياخد كورتيزون، اسباب ياما جدا ممكن تلخبط الهرمونات. بيجي الراجل بيقول لكم انا جراح الدكتور الجراحه انا شكلي منظر مش عاجبني، شكلي في الهجوم مش حلو، فمتضايق مخرج. فبيروح الاول يعمل اشعه عشان يتاكد دي جانيكو مافيا مش حاجه ثانيه، وبعد كده يبدا يدخل يقول لك هيعمل عمليه او هيتعالج يعني بسبب ايه الهرمون الديستربنس اللي عنده. او يطلع عنده ماس. ده او ده يعني دي اكثر حاجتين، يا اما هي جانيكو مافيا دي موست كومن لاسباب كتير احنا قلناها، او يطلع ماس. الجانيكو مافيا غالبا بتبقى ليها ثلاثه ستيج بس مش لازم تعرفوها، بس ستيج منهم بتيجي بتندر بيبقى وجعيه اصلا كمان، فبيجي يبدا يروح للدكتور عشان كده. بس هي بتبقى المفروض تيبيكال بتبقى ريترو اليولا ورا الاليولا على طول، وبتبقى تنزل بتوجع شويه وبتتحرك، فدي دليل ان هي ماشيه مع الدماغ. هي في الماموجرام بتطلع شكلها اليولا اوت لاين،
الميل بريس اعكسوه بالفيميل، الفيميل كل ما الليجن تبقى ويل ديفايند كل ما تبقى بيناين، بعكس الميل الليجن كل ما تبقى ويل ديفايند تبقى مالجن. عشان زي ما قلت حاجه من المثال تبقى ريجولار اوت لاين وهي بيلون. فالميل بريس عكس الفيميل بريس في الشكل الفيلم. بعد كده بدأنا نتكلم كلمتين كده على الام ار، قلنا ايه الانديكيشن بتاعته، ايه الحاله انت هتبعتها تعمل ام ار. لو واحده مثلا انا عايزه انا شاكه ان عندها كذا ليجن في البريس، ونشوف دي انا كنت مدخلاها مثلا تعمل عمليه كونزرفت هتشيل جزء بس من البريس، وانا شاكه ان لا دي في كذا واحده، فما ينفعش ان انا اشيل جزء، فهعمل لها مثلا ام ار عشان خاطر اتاكد ان البريس نفسه ما فيهوش كذا ليجن، او انا بقى شاكه في البريس الثاني، عشان دي هيبقى البروتوكول بتاع العلاج بتاعها هيبقى مختلف. بتحصل كتير جدا عيانه تيجي يعمل لها ماموجرام زي الفل، مفيش حاجه خالص، سونار البريس زي الفل، بس عندها اكزيلري لينس نود مالجن. فنبقى مش عارفين دي هي نوع من انواع الليمفوما ولا كومبريس ليجن وانا مش شايفاه. فبتسحب عينه من الليمف نود بلاقيها لا دي ادينوكارسينوما دي جنب البريس مش ليمفوما. فبيبدا بعد كده ثاني مرحله دي تعمل ام ار، عشان ممكن تبقى ليجن صغيره جدا فتعمل حاجه صغيره انهانسمنت للحبايب اللي في الام ار. وساعات كمان ما تبانش في الام ار اعملها بيت كتير. لو عينه عامله عمليه بيحصل كتير جدا في اماكن المناطق ان الدكتور من غير اشعه خالص بيدخل يشيل بعد كده بيحلل العينه تطلع مالجنم، يبدا يقول عليها بقى روحي بقى شوفي كده في باقي ولا لا. فطبعا انا بعمل لها ماموجرام وسونار مش هلاقي ازاي الدنيا متلخبطه، هو خلاص بوظ الدنيا اصلا، فدي الحل ليها ان لازم اعمل لها ام ار. لو عيانه بتاخد زي ما احنا قلنا كده مش هتشيل البريس مش عايزه تعمل عمليه لاي سبب، سواء هي مش عايزه او سواء هي حالتها ما تنفعش، وبتاخد كيمو ثيرابي. وفي دكاتره بتحب تدي كيمو ثيرابي عشان يشوفوا تاثير كيمو ثيرابي ده على الليجن نفسه بيستجيب ولا لا، لو بيستجيب هيعمل لها العمليه وهيديها نفس الكيمو ثيرابي ده بعد لو استجابت فيه، لو ما استجابتش دي انا هغير العلاج من قبل ما اعمل العمليه كموديل كموديل للعلاج نفسه يعني. فانا عشان اشوف استجابه ال الست دي للعلاج بعمل ام ار اي، واهم حاجه فيه نعمل ديفيوجن عشان خاطر دي بيشوف فيه ريستريكشن ولا لا. كل ما الريستريكشن بيبدا ما يحصلش كل ما انا بروح ببدا اروح للبراين، ان الليجن حصل فيه نكروز بقى فلويد بقى فيه ديب تيشو مش تيومر تيشو. بعمله سكريننج في حاله واحده، لو الست دي غيرت كل العيله عندها بريست وهي صغيره في السن والبريست بتاعها بنت مش عارفه اطلع حاجه خلاص في الماموجرام، وهي خلاص هي انا يعني العيله دي لازم بيجي فيها بريست كانسر، ودي الحاله الوحيده اللي انا بعمل لها. في حاجه اسمها بركة، بركة جين اللي هي زي انجلينا جولي كده، اللي هي طبعا عندها بركة روتيشن، ده جين هو المسؤول عن البريست كانسر. فدي لو هي الناس دي العيله دي حللت وعندها بركة جين فدي ممكن برضه تعمل السكريننج بالام ار اي. لو الست دي جايه تعمل ام ار اي وهي لسه بيجي لها منسترويشن ما ينفعش تيجي في اي وقت من الشهر تدخلها تعمل ماموجرام، عشان خاطر بيبقى في فترات بتتاثر بالهرمونات فالبريست هيبقى انهانسد جدا مش هعرف افرق الليجن من شكل البريست. عشان كده بنقول لها تعالي اليوم العاشر اليوم ال 15 من بدايه الدوره بتاعتك. وبقول لك لو بعد عمليه بعدها بست شهور لو باخد درجه السرج لازم اكون موقفاه عشان كل دي تغيرات بتحصل بتاثر على شكل الانهانسمنت بتاع البريست. فشكل الام ار طبعا احنا هو غالي مش متوفر في كل حته، مش اي حد بيعرف يكتبه. لو العيانه عندها كلاستروفوبيا بتخاف من الاماكن المقفوله، لو العيانه الوضع بتاعها في الام ار بيبقى ايه؟ بتبقى نايمه على وشها، هي واحده بتقول لك انا مش هقدر انام نص ساعه على وشي فمش هقدر اعمل. لو البريست كبير جدا مش هينفع في الكوين مثلا، لو هي مركبه حاجه بسميتر او حاجه بس انكومباتيبل مع الام ار اي، دي كل الحاجات دي تمنع الام ار اي. زي ما احنا قلنا السي تي استخداماته مش بنستخدمها قد كده نوت وايت يوز، واحنا بنشوف بس اكستنشن بتاعت شوك. البايوبسي الجايد بايوبسي يعني ايه جايد بايوبسي؟ حاجه بتجايد حاجه بترشدك، يبقى انا عندي جهاز بستخدمه بشوف فيه الليجن مش وبعد كده بسحب مش بلايند. بلايند ان انا خلاص انا عارف احتاج فيها ليجن بدخل الابره واسحب وخلاص مش عارف انا سحبت منها ولا ما سحبتش. فالحاجات اللي احنا بنستخدمها اشهر حاجه امتى بقى نسحب؟ احنا قلنا عليها ايه البايريد اللي نسحب منها؟ اربعه وخمسه تمام؟ الحاجات اللي احنا بنستخدمها انواع جديدة اللي هي الفاي نيدل، هي نيدل رفيعه عاديه، والترو كات ده جهاز عامل زي المسدس كده
بيبقى شويه شبه المقوره، بيدخل ويسحب. وحاجه فاكيوم ده بدل ما ادخل واطلع كذا مره، بتروكه ده بدخل مره واحده وهو بيسحب كذا مره. والواير ده لو انا فيه عندي حاله مثلا فيها ليجن مش محفوظ للجراح وهو عايز يدخل يفتح عليه، فبعمله جايد واير، فبعمله برتب الواير ده في يوم العمليه وبخلي خلاص هو بيدخل عليه ان هو هيعمل العمليه على اساسه. السيروتاكتيك بيوبسي ده مش موجود في اسكندريه تقريبا، بس احنا عن طريق حاله عندها كالسيفيكيشن بس والماس مش محصوصه، مش بتشغل حاجه خالص غير الماموجرام، فبعمل لها السيروتاكتيك عشان خاطر اعرف منها اخد منها بيوبسي. يعني انا حطيت لكم كام سؤال كده عشان ايه واحنا بنذاكر، انا كده لما بتركوا الدنيا في سنتي بذاكروا خلاص، خدتهم من الورقه مش خدتهم في البرزنتيشن. الايه؟ ده اسمه داكتوجرافي بس مش بيتعمل. انا عندكم بيتعمل؟ رسالة واحد السرية؟ نعم. بس هو للأسف أنا بنصحها أو تنصحها والله ما ياخدهاش عشان هي للأسف مش بتتعمل. حد هيبدا هي بتتعمل في القاهره في بعض الاماكن، لكن في اسكندريه هيجيب الادوات، هيسافر القاهره ويجيب الادوات.